بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال رحمه الله: قيل المراد بالخطاب باهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، لأن الله جل وعلا قال اهبطوا ولم يقل اهبطا، يعني لآدم وإبليس. وأما حواء فهي تبع لآدم عليه السلام. ومنهم من لم يذكر الحية، والله أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا. وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات. نعم، يعني هبط في المكان الفلاني في الهند، وذاك هناك في مكان ما، و اجتمع وتعارف في عرفة، هذا كله من الإسرائيليات التي لا يعول عليها. طيب، هنا في تفسير البغوي رحمه الله، إن تفسير قول الله فأخرجهما مما كانا فيه، قال من النعيم، وذلك أن إبليس أراد أن يدخل الجنة ليوسوس إلى آدم وحواء، فمنعته الخزنة، فأتى الحية وكانت صديقة لإبليس، وكانت من أحسن الدواب، لها أربع قوائم كقوائم البعير، وكانت من خزان الجنة، فسألها إبليس أن تدخله في فمها، فأدخلته ومرت به على الخزنة وهم لا يعلمون، فأدخلته الجنة. خرافات، هذه إسرائيليات ليس لها أساس من الصحة. وقال الحسن: إنما رآهما على باب الجنة لأنهما كانا يخرجان منها، وقد كان آدم حين دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم قال: لو أن خلدا، فاغتنم ذلك منه الشيطان، فأتاه الشيطان من قبل الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد؟ فلما دخل الجنة وقف بين يدي آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس، فبكى وناح نياحة أحزنتهما، وهو أول من ناح، فقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتاني فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة. فوقع ذلك في أنفسهما فاغتما، ومضى إبليس، ثم أتاهما بعد ذلك وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟
فأبى أن يقبل منه وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فاغترا وما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم ناولت آدم حتى أكل منها وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ولكن حواء سقته الخمر الله أعلم وهل كان موجودا إسرائيليات حتى إذا سكر قادته إليها فأكل قال إبراهيم بن أدهم أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا قال ابن عباس وقتادة قال الله عز وجل لآدم ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة مندوحة عن الشجرة قال بلى يا رب وعزتك ولكن ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا فأهبط من الجنة وكان يأكلاني منها رغدا فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث فيها وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم يبلغه حتى بلغ ما شاء الله قال سعيد وذكر أشياء وهنا ذكر قال قلنا اهبطوا أي انزلوا إلى الأرض يعني آدم وحواء وإبليس والحية فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له نود وحواء بجدة وإبليس بالأيلة والحية بأصفهان لهذا يقولون أصفهان فيها حيات كثيرة لكن الله أعلم يعني بذلك هذه من الإسرائيليات التي ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بأنها من الإسرائيليات طيب هنا قال الشنقيطي رحمه الله واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالا معروفا وهو أن يقال إبليس قد أخرج من الجنة صاغرا مذموما مدحورا لأنه عند أن أبى أن يسجد الله جل وعلا طرده فكيف وسوس بعد ذلك قال رحمه الله فكيف أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لآدم والمفسرون يذكرون في ذلك قصة الحية وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك وكل ذلك من الإسرائيليات والواقع أنه لا إشكال في ذلك لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة وإمكان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه لا لكرامة إبليس فلا محال عقلا في شيء من ذلك والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم وحلف له حتى غره وزوجه بذلك هل أدلك على شجرة الخلد قال والحاصل أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به إلى آدم وحواء أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا الخلود والملك وصارا ملكين وحلف لهما أنه ناصح لهما في ذلك يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور وفي القصة أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه لا يمكن أن يحلف به أحد
على الكذب فأنساه. ومن خدعنا بالله إن خدعنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ولو كان في تعييني تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بأنه أهبط في جبل على جبل في الهند، وزوجه في جدة، والحي في أصفهان، الله أعلم. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس مستقر القبور، وعنه قال مستقر فوق الأرض وتحتها، رواهما ابن أبي حاتم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيها الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي ظاهرها للأحياء وباطنها للأموات. إلى هنا بارك الله فيك.